السلام عليكم ورحمة الله. مسبي قناة شو تي في، كيف كتشوفوا احنا كنتوازوا الان بجماعة الشلالات، جماعة الشلالات اللي جات بواحد المنطقة، منطقة جميلة، منطقة زوينة، جات بين المحمدية والدار البيضاء، قريبة الرباط، قريبة لأكبر غابة، غابة هنا، غابة الشلالات، متنفس جميل للرياضة. ولكن مع الأسف غياب المناطق الخضراء، غياب ملاعب القرب، كاين ملعب واحد، ملعب القرب كيتوازن في مدينة الشلالات اللي هي مدينة كبيرة، شلالات واحد مجموعة اللي كثافة سكنية كثيرة كثيرة بزاف، ولكن مع الأسف فيها ملعب قرب واحد، هذاك ملعب القرب الجماعة أعطي لواحد المجموعة ديال الجمعيات اللي هما كيسيروه، حيت فعلا إلا كان هذا الملعب القرب ولا مطلوق للعموم غادي يخسر، غادي يتكرفص. دابا الجمعيات على الاقل الجمعيه كتقابلها كتخلص واحد القدر ديال الفلوس، وبنادم كيدير يدخل يلعب الكره. وكاين الاراضي كبيره خاويه، كاين من هاد البلاصه هادي او اللي كانت تبنى هنا ملعب القرب، كانت تبنات هنا على اساس بس الساكنه، قبل ما تبنى الساكنه كتبنى الملعب، بس الساكنه الناس بداو يسكنوا، الناس يزعموا بداو يسكنوا هكا، ولكن الملعب القرب تهمش، الحاله ديالو كارثيه. غنتوما كتشوفوا شو الوليدات الصغار كيلعبوا في الحجر الدس. انا على ما اظن ان كاينه جمعيه، راه كاين شي واحد ديال المدرسه ديال كره القدم هنا كيلعب الدراري، شاد مجموعه ديال الوليدات الصغار جامعهم باش ما يمشوش للضياع، باش ما يمشوش للمخدرات، يمشوا فهمتي للسرقه، يمشوا هكا. مشكور هذا الولد هذا ولا الجمعيه اللي شاد هاد الوليدات هادو. انا كنشوف تبارك الله الوليدات شباب باغي يلعبوا، كلهم حماس باش يلعبوا الكره باش يكونوا ابطال المستقبل ان شاء الله باذن الله. ولكن الظروف ما مساعداش، الظروف ما مساعداش، لان ما كاينش الجماعه ما عطاش حتى شي ملعب، ملعب على الاقل الجماعه دير واحد الملعب خاص بها. هاد الملاعب القرب اللي كاينين في الشلالات اللي باش نذكروا المكان فين كاينين، لان صاحب المشروع اللي بنى هو اللي بناهم، هو اللي دارهم وسلمهم للجماعه، الجماعه ما بنات حتى حاجه. انتي الجماعه لحد الان ما كاين حتى شي ملعب قرب دارته، ما كاين حتى شي فضاء دارته، ما كاين حتى شي حاجه اللي فين يلعبوا الوليدات، وشي متنزه فين يخرجوا والو. كاينه الغابه ديال الشلالات، غابه فضاء جميل، فضاء كبير، ولكن مع الاسف مكرفس، مع الاسف مضيعينه مضيعينه، هذاك يستثمروا فيه كان هو يدخل فلوس للجماعه انتي ويتحرك مزيان ويستقطب الناس الزوار اللي كيجوا من مدينه الدار البيضاء، من الرباط، كيجوا من المحمديه، كيجوا من واحده ديال الحروده ديال الشلالات، هادشي مجموعه ديال الناس اللي كيجوا من البرنوصي. ولكن مع الاسف هادشي حتى هو مكرفسينو ومضيعين هذيك الغابه هكاك، مضيعين فيها كتضيع هكاك، هادشي ما لا حول ولا قوه الا بالله. نرجعوا لهذا الملعب القرب، كيف كتشوف معنا متبقى تشوف هذا الملعب القرب، هو هذا اللي حنا واقفين فيه دابا، كله كياس حجر، هذا حجر عايب بس الناس يلعبوا كرة القدم هنا في هذا الحجر هذا. ليه كاين الدص شويه الدص، ولكن الدص راه طاع انسان صافي مشى على راسه، الله يسر ولا لا يدو ولا هكا يتكرفس. انا كي كتشوفوا الشباب، مجموعه ديال الشباب باغيين يلعبوا الكرة، باغيين يتنفسوا، باغيين يخووا الطاقة ديالهم، فهمتي، ولكن مع الأسف ما كاينش هادشي. اش نقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الناس المسؤولين شنو على القطاع التسيير ديال الجماعات وهكا، لا هنا لا على الحروده لا المحمديه لا سميتها الفتح لا بني خلف، كاع العمليات المحمديه ما حالها، حتى كتشوف الناس ما كاينش الناس اللي اهتموا شويه بالرياضه. فهمتي، اما هنا دازوا ابطال تبارك الله، راه دازوا ابطال في كره القدم، دازوا ابطال في العدو الريفي، راه الحروده راه خرجت ابطال في العدو الريفي، واحد المجموعه ديال الابطال تبارك الله اللي مشاو واحد المستوى عالي، فهمتي، مستوى عالمي تبارك الله. كاين مجموعه ديال سميتو ديال البينبون اللي مشاركين دابا في البطوله العالميه تبارك الله، كنلقاو واحد اللي كيتخبط، واحد متطوع واللي كيتخبط باش مقاد هاد ليكيب هادي، ومقاد هكا باش كيجمع الدراري في دار الشباب وكيلعبوا هكا. تبارك الله مشاو في مستوى زوين، هاد الشباب كلهم طاقات، كلهم خاص غير اللي يشد بيديهم، فهمتي، خاص غير اللي يشد بيديهم واعطيهم فين يتنفسوا، فين يخويو الطاقه ديالهم. انت كتشوفوا، ولكن مع الاسف للاسف الجماعه ما كتعاونش، فهمتي، جماعات عين حروده، فهمتي، تا عطا شي وحدين شي جمعيات كيهتموا بالرياضه، ما كاين لا رياضه لا والو، ما شفنا حتى حاجه. من نهار بداو كيخلوا ياخذوا الفلوس ما كاين حتى شي حاجه، ما شفنا لا رياضه لا حتى حاجه تزادت في
والو، لا تخرجوا ابطال لا شو على بالو لا كان اتحاد على الحروده بقى كتخبط سمات مشى وفاق على الحروده دابا راه كتخبط هي بوحدها كتخبط صافي. كاين فتح سميتو كاين رجاء عين الحروده الاناث راه كتقاتل، كاين فرقه ديال زناته سبورتينغ زناته ولا بعض ديال البنات حتى هما كيتخبطوا حتى كان هما كيتقاتلوا كيشدوا من هكا ومن هكا كده. ولكن بس هاد الجماعه تعاون 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 فلوس، هادو هما الجمعيات اللي خصهم اللي خص تعاونهم تزيد فلوس، ماشي كتعاون جمعيات اللي مواليها اللي رايبه ليهم والو. السميه ديال الجمعيه بلا فايده، كتاخذ واحد المنحه سنويه ما كدير بها حتى حاجه، وكيستافدوا من حوايج اخرين ابار على المنحه السنويه، كيستافدوا بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج. ولكن مع الاسف مع الاسف لا حول ولا قوه الا بالله. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال هاد الشباب هادو في منطقه السلالات، فهمتي، نتمنوا من الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد الناس هادو، يجيو حتى انا وراه بقى ما خصو والو، الكرياج ديال زمان لا يدوز من جهه اخرى، يخرجوا لواحد المنحه بسيطه غادي يقادو ويعطيو واحد اللي يراقبوا ويقابلوا هنا وتولي الامور بخير، ولي الناس على الاقل يلقاو فين يتنفسوا فين يلعبوا فين، فهمتي. حتى الوليدات الصغار دابا تبارك الله صحيح ديال الوليدات هما هنا جايين هما باش يلعبوا الكره، كاين الدص فغير يطيح على راسو مشى. وليدات اخرين هما كيلعبوا كرة القدم هنا، هما حدايا هنا غير بحال هاد الوليد تبارك الله هذا، شو تقول فينا فين وسط الحجر وسط الحجر، هما كيلعبوا وسط الحجر، الحديد واقف لا شبكة لا حتى حاجة، والحجر اللي واقف فيه على غير الكياس هذا راه ما يصلحش حتى التبوريدة حتى الخيط تجري فيه ما يصلحش، فهمتي حشومة عيب وعار. الناس كما قلت لك الناس مسؤولين، فهمتي، الناس مسؤولين ما عندهمش اهتمام بالرياضه من قبل غير البني، المشاريع البني 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 هكا، المشاريع الصفقات فهمتي والرياضه وهكا والتاطير ديال هاد الشباب هكا اللي هو شباب المستقبل، لا والو اهملوه اهملوه فهمتي، لا من دار الشباب لا من ملاعب القرب لا من المتجمعات الفضاءات الرياضيه لا والو ما كاينش. كان دار الشباب كتجمع الشباب برك كيكونوا جمعيات فهمتي، كيكون فيها نوادي ديال الكاراتيه ديال البوكس ديال هكا، كتلقى ديما دار الشباب ما كتخواش اسبوع كامل ديما ديما في الانشطه فيها هكا، ولكن دابا ولينا افتقدنا كل شيء. كانت المدارس حتى هي فيها كانوا دوريات في المدارس، الهوند الباسكيت الفولي كرة القدم المصغرة، كانت ديما المدارس كانوا يديروا تورنوا على الوطن الصعيد الوطني، الجهات ومن جهه كان الصعيد الوطني، كان ديما الحركة هذو كتخرجوا ابطال تبارك الله من المدارس، ولكن مع الاسف دابا كل شيء المدارس ما كاينش، الرياضة الاسباس كاينين، الفضاءات موجودين في المدارس وغير هكاك، عاوتاني الفضاءات برا باش تجي تندم تنفس برا ما كتلقى والو، الحالة هي انت كتشوف تاني. نتمناو بإذن الله نتمناو إن شاء الله هاد الناس هادو الله يهديهم، نتمناو يفيقوا شوية ويتحركوا شوية ويعطوا واحد الاهتمام كبير للرياضة وللشباب، هاد الشباب راه هو المستقبل ديال الغد، راه هاد الشباب هذا هو المستقبل ديال الغد، أنت من الشباب كتكلم بزمان ديال الشباب باغيين يلعبوا، باغيين زي بشكل باغيين يلعبوا بالتونية الصباب ديالهم هكا زيين، ولكن في غير يلعبوا ما عرفتش، فهمتي. نتمناو الناس المسؤولين الله يجزيهم بخير الله يهديهم ماشي ياخذوا واحد الرعايه لهاد الشباب، وجدوا ملاعب قرب ويصيبوا ملاعب قرب، والجامعات تبارك الله دابا خاصها توجد لها ارضيه، كدير صفقه مع الجامعه توجد لها الارضيه تعطيك ملاعب قرب، هما بزاف انا كنشوف ديما الملاعب قرب هما كيفتحوا هنا فتحوا هنا فتحوا هنا، شتي مؤخرا غير اخر هذا فتحوا في درب غلف فهمتي، قاعات ديال الرياضه ملاعب ديال القرب الجامعه كتسهر عليهم جايه، خاص الناس ديال الجامعه يتحركوا، الجامعه يتحركوا، الجامعه يدها مفتوحه فهمتي، حتى هي باغا تعاون الشباب ولكن خاص الجمعيات تما والجامعات يتحركوا يتحركوا، واحد القسم خاص بالرياضه يتحرك شويه، ما عرفتش حتى هما ما كيتحركوش في الرياضه، هما ما كيترينيوش غادخل لهم الرياضه يفكروا في الرياضه. فقدوا السائل يعطيه الى هنا متبقا شتيف، نشكركم والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله يكون خير يا رب، نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى الناس المسؤولين يتحركوا شويه يشوفوا حالة الشباب هذا تبارك الله، الشباب انتوا الحجر هذا كيلعبوا فيه الدراري كره القدم، هذا الحجر اللي هنا وهنا راه مدصص بالسيبه هكا كيلعبوا فيه، هو ما عندهم فين يمشيو ما عندهم فين يلعبوا، الحل الوحيد هو يلعبوا هنا، الحل الوحيد هو يلعبوا هنا. مره اخرى كنشكر هاد الشباب هذو اللي جامعين هاد الوليدات
جمعهم باش ما يبقاش يضيعوا الوقت ويمشيو لا ما جمعهم باش يلعبوا الكره ويلعبوا ويخلقوا منهم على الاقل يخرجوا منهم بعد الابطال وهكا ترمت حاجه ما صعيبه ولكن خاص اللي يسد بيديهم وخاص اللي يعاونهم نتمنى من الجماعات تسد بيهم وتعاونهم الى هنا متابعي قناه سوتوبيا نشكركم على اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله شكرا الى اللقاء